لقد كتب الله علينا في هذه البلاد المباركة، كتب علينا الرباط، نحن ملزمون به بأمر الله تبارك وتعالى. لا يظنن أحد أو يتوهم أن الرباط مجرد اختيار واصطفاء واجتباء وانتهى الأمر، إنه تكليف، والتكليف يقتضي المشقة، ويقتضي أن ينفر الإنسان، أن ينفر الإنسان للقيام بهذا التكليف. فإذا كان الله تبارك وتعالى قد اصطفاكم للرباط في أرض الرباط أنكم من خير عباد الله، فهذا التشريف العدو يصبر وينتظر أن تنهار الأمة. والصراع على هذه الأرض ليس مجرد صراع على قطعة أرض هنا وقطعة أرض هناك، أبدا، الصراع فيه رمزية القداسة، فيه رمزية البركة، إنه صراع بين الذين اختارهم الله للرباط وبين الذين يحاولون أن يشوهوا أرض الرباط.